تتضافر جهود 7 شركات عالمية لصناعة السيارات لإنشاء شبكة شحن للسيارات الكهربائية واسعة النطاق عبر أمريكا الشمالية. قد يغير هذا قواعد اللعبة في النظام البيئي للسيارات الكهربائية. خلونا نشوف ليش. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست ريم تك. أنا مضيفتكم دكتورة ريم، دليلكم في عالم التكنولوجيا سريع التطور. هنا في بودكاست ريم تك نؤمن بالتعلم المستمر والبقاء في الصدارة، عشان كذا اليوم راح نركز على تطور هام في قطاع السيارات الكهربائية، حيث أعلنت شركات BMW، جنرال موتورز، هوندا، هيونداي، كيا، مرسيدس بنز وستيلانتس عن مشروع مشترك لبناء شبكة شحن عامة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. إذن إيش اللي يترتب على هذا المشروع المشترك؟ تخطط شركات صناعة السيارات اللي ذكرناها قبل شوي لتثبيت ما لا يقل عن 30,000 شاحن كهربائي عالي السرعة بحلول عام 2030، على أن يتم تشغيل أولها بحلول صيف 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرة من تمويل البنية التحتية للمركبات الكهربائية الوطنية، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة والعامة الأخرى. ومثل الكثير من شبكات شحن المركبات الكهربائية الحالية، سيتم تركيب أجهزة الشحن السريع الجديدة للتيار المستمر من هذا المشروع المشترك على طول الطرق السريعة الأمريكية والكندية، وأيضاً في البيئات الحضرية، وأيضاً على طول الطرق المؤدية إلى وجهات العطلات الشهيرة. الهدف هو جعل شحن المركبات الكهربائية مريحاً قدر الإمكان، وأيضاً لتسهيل السفر لمسافات طويلة لمالكي المركبات الكهربائية. الشيء المثير للاهتمام بشكل خاص هو جانب تجربة المستخدم. راح تكون المحطات الجديدة قادرة على شحن طرازات سيارات كهربائية اللي صنعها صانعو السيارات الشريكة دون الحاجة إلى تطبيق محطة شحن أخرى. يتطلع صانعو السيارات أيضاً إلى دمج معيار التوصيل والشحن المتطور اللي تحاول إدارة الطرق السريعة الفيدرالية توحيده. هذا المشروع ملتزم أيضاً بالاستدامة. من المقرر أن يتم تشغيل جميع المحطات بالكامل من خلال الطاقة المتجددة، وبالرغم من ذلك في هذه المرحلة مو واضح ما إذا كانت المحطات ستعمل مباشرة بواسطة الطاقة المتجددة، أو ما إذا كانت الشركات راح تشتري ائتمانات للطاقة المتجددة. طيب ماذا عن معايير الشحن؟ راح تشمل المحطات منافذ تسلا نورث أمريكان تشارجينج ستاندرد، وأيضاً مقابس نظام الشحن المشترك المستخدمة على نطاق واسع، وهذا الشيء راح يضمن التوافق الواسع مع مجموعة من طرازات المركبات الكهربائية. وبكذا نكون وصلنا لآخر حلقتنا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، ونحب نذكركم أن هذا المشروع المشترك يعد بتعزيز كبير للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى تسريع التحول إلى التنقل الكهربائي. يا ترى إيش هي أفكاركم وتعليقاتكم وأسئلتكم حول هذا الموضوع؟ لا تنسون تشاركونها معنا عبر تويتر @DrReemAlAttas، أو عبر مدونتنا على ميديوم ريم تك. خلونا نستمر في المحادثة، ودائما ابقوا على اطلاع واستمروا في التعلم، ونشوفكم المرة الجاية، والسلام ختام.